أهلا بكم من جديد عبر هذه التغطية الخاصة من قناة الشروق التي نخصصها اليوم للحديث عن هذه الأزمة، أزمة السيول والفيضانات التي تشهدها مناطق متعددة ومناطق واسعة من أرجاء القطر السودان، وتحديدا هذه المناطق التي تقع في الضفاف والمناطق المشاطئة لنهر النيل. أرحب بكم من جديد وأرحب عبر هذه الفترة بضيفي داخل الاستوديو، المهندس عبد الله الفحل عضو المكتب التنفيذي للجنة تسيير اتحاد المهندسين السودانيين. مرحبا بك. مرحبا بك كثير، ونشكر قناة الشروق لإتاحة الفرصة لإيضاح ما تيسر للمهندسين وللشعب السوداني بما يحدث جراء السيول والفيضانات، وبرحب بكم كثير ونشكركم. أيضا أرحب بالباشمهندسة خلود حسين إبراهيم الأمين العام للجنة تسيير اتحاد المقاولين السودانيين. مرحبا بك. مرحبا، شكرا لاستضافتكم، ونسأل الله اللطف بالبلاد والعباد، ونترحم على موتانا الذين تقدموا بأرواحهم لمساندة المتضررين ولمساندة الشعب في تخطي هذه الكارثة، ونتمنى انه نوفق في تقديم كل ما يسند السودان، وحتى انه نكون جاهزين في مستقبل البلاد لمثل هذه الكوارث. شكرا لاستضافتكم. طيب ابدا معك باشمهندس عبد الله الفحل، غرفه طوارئ الخريف بدار المهندسين. نعم. ما الدعوه لاقامه هذه الغرفه تحديدا، مع العلم بان هناك ايضا جهات حكوميه تعمل عن غرفه طوارئ حكوميه؟ نعم. لجنه تسيير اتحاد المهندسين السودانيين لها دور كبير طبعا في كل العمل الهندسي بالدوله، من ضمنها الاثار اللي بتحصل من الفيضانات وخلافها من الامطار والكوارث. تكونت الغرفه في يوم 29 سبتمبر 2020 من لجنة التسيير بعد الاتفاق على الأجسام اللي حتكون مشاركة فيها، لأنها تكون الغرفة يعني شغلها هندسي وتمد جهات ذات الصلة بالمعلومات، ووفرنا فيها مركز متكامل من أجهزة حاسوب وإنترنت وخلافه من المتطلبات للعمل. وشاركت الغرفة وزارة البنى التحتية بعد زيارة تمت من الباشمهندس هاشم بن عوف وزير البنى التحتية المكلف، ووزارة الري والموارد المائية عندها معنا 4 ممثلين، وهيئة مياه ولاية الخرطوم، وتجمع مهندسين جامعة السودان، ومنظمة خريف بلا حوادث، واتحاد المقاولين السودانيين. التنسيق بيتم بصورة سلسة جدا بعد مزاولة النشاط في الغرفة والمسح الميداني لأعمال الجي اي اس ومراقبة المصاريف والتروس للنيل ومناسيب النيل اللي بتمدنا بها وزارة الري بصورة يومية، والربط يعني عندنا ربط تام بين الدفاع المدني ووزارة البنى التحتية والجهات ذات الصلة في الفيضانات الحاصلة في الدولة، وربنا يرفع الوباء إن شاء الله. طيب باشمهندس خلود، أنتم في اتحاد المقاولين أو اللجنة التسييرية لاتحاد المقاولين السودانيين، ما طبيعة الخدمة اللي يمكن تقديمها من خلال غرفة طوارئ دار المهندس؟ طيب بدءا، اتحاد المقاولين السودانيين أو غرفة المقاولين اللي هي احنا تحت اتحاد أصحاب العمل، عندنا في الاتحاد طبعا مين اللي بيضم مقاولين، ومعظم شغل البنية التحتية أو يكاد يكون كل شغل البنية التحتية هو قائم على عاتق المقاول يعني. فكانت الفكرة انه الناس تدعم من خلال جزئيتين يعني. هي الجزئية الاولى انه الان الاسر المضررة احنا كيف ممكن نقدر نساند، بمدهم بخيام، ب مناطق لإيواءهم، غذاء أو كده، دي جزئية. الجزئية الثانية واللي هي مهمة جدا، إنه إحنا الآن لدينا مجموعة من المقاولين شغالين على إطار العمل في الكارثة من خلال توفير آليات اللي هي القلابات ولوادر
وكل الماشينريز بتعتمد عليها الخدمة بتاعت إقامة الجسور والسدود والتروس اللي بتتعمل. فعندنا عدد كبير جدا من المقاولين شغال في المسألة دي من خلال تقديمه للمعدات المملوكة للمقاول. فدورنا نحن في البنية التحتية دور كبير، يعني يمكن زي ما قلت لك انه الشغل بتاع البنية التحتية مين اللي قايم على المقاولين. نعم. طيب عبد الله، يعني كيف هو الآن الوضع على أرض الواقع من خلال متابعاتكم، من خلال أيضا غرفة الطوارئ اللي تعمل بشكل لصيق جدا مع المتضررين من السيول والفيضانات على الشريط النيلي؟ نعم، نحن بعد الزيارات الميدانية التي تمت من قبل المكونات لغرفة الطوارئ بدار المهندس، الوضع كارثي والوضع صعب جدا، يعني في انهيارات كاملة وانهيارات جزئية، يعني في بعض القرى وصلناها يعني تكاد انها ممسوحه بالكامل، تبقى منها فقط مسجد، وفي بعض المواطنين يعني رافضين تماما انه يخلوا منازلهم، لانه الواحد عنده ارتباط يعني زمني ببيته بالمنطقه اللي هو فيها، بالرغم من انه هو موجود بيكون قاعد في ركام وكذا، لكن رافضين انه يكونوا تبع الاجلال بتملى المناطق. عندنا ابتداء من منطقة المقرن حتى منطقة جبل أولياء، تأثير كبير جدا جدا من النيل الأبيض، ففي بعض المعسكرات ما قدرنا نصلها إلا يعني بصعوبة جدا مع المياه وخلافة، حتى المعسكرات ذاتها بتكون في معسكرات في مدارس، المعسكرات ما كافية، لكن أخواننا في المنظمات العمل الإنساني هنا في السودان يعني قدموا أشياء كويسة جدا، يعني من خيام وبعض المعينات، فالحوجة للمزيد لأنه الكارثة دي كبيرة جدا، ويعني معظم الناس ما حيقدروا يعرفوا الواقع بتاعها إلا يشوفوها في الإعلام أو يزوروا المناطق دي، زي ما حصل من بعض لجان المقاومة، الخرطوم 2 وخرطوم 3 يعني وصلت للمعسكرات دي ووصلت لها بعض الدعم، فالناس محتاجة لأبسط الأشياء. فنحن في لجنة التسيير اتحاد العام المهندسين السودانيين، الدكتور صلاح بشير رئيس لجنة التسيير تواصل مع الأستاذة لينا شيخة وزيرة العمل بصدد إن هي رئيسة اللجنة العليا للطوارئ والكوارث، إنه نحن نكون جزء منها، لأنه نحن عندنا مسح كامل لمعظم المحليات أو 80% من الخرطوم بحري أم درمان، عندنا مسح حقيقي، يعني بيانات متكاملة لعدد الأفراد، عدد الأسر، الحوجة من مواد غذائية لخيم لناموسيات، يعني في بعض المناطق بدأت تظهر فيها إسهالات، فبتتطلب تدخل سريع جدا من وزارة الصحة، لأنه في اختلاط مويه الصرف الصحي مع مياه النيل مع كده، حتولي طبعا كوارث بيئية في الفترة القادمة. نعم. طيب ده بيقود لي الحديث باشمهندس خلود عن التنسيق بينكم وبين الجهات الرسمية، يعني أنتم مجموعة من الناس تداعيتم وتواطأتم على خدمة الناس اللي يعني اتضرروا الآن جراء هذه السيول والفيضانات اللي يعني تشهد مناطق الضفة في نهر النيل، يعني كيف تتم عملية التنسيق وما هي آلية التواصل بينكم وبين لجنة أو غرفة الطوارئ الحكومية؟ طيب بدءا خلينا نأمن على انه شعب السودان شعب مقدام، يعني في اي كارثه بتلقى اي سوداني عايز يمد يد العون وعايز يكون سند لغيره يعني. فمن هنا جات كميه من المبادرات، ويعني زي ما حس شايف الاتحاد العام للمهندسين، غرفه المقاولين او الاتحاد المقاولين السودانيين، اصحاب العمل، اتحاد الغرف الصناعيه، ده غير المنظمات الطوعية الموجودة في السودان اللي هي خريف بلا حوادث، نفير، كل المنظمات دي بدأت تشتغل في الكارثة، بحيث انهم هم يقدموا كل المستطاع او اللي بيقدروا عليه. فلما تكون الجهود يعني مشتتة الامباكت بتاعها بيكون اضعف، عشان كده جات الفكرة في انه يا اخي ليه ما تتوحد كل الاجسام دي ويكون في بلاتفورم يقدروا ينطلقوا منه كلهم مع بعض، وبدل ما تبدا الجهود مشتته تبقى كلها موجهه من خلال منصه او من خلال بلاتفورم موجوده، يقدروا يشوفوا كل زول او كل جهه والحاجه اللي بيقدر يقدمها شنو، وبالتالي بيحصل توجيه يعني
الصحيح للريسورسز في حته الفي ديماند عليها. يعني ليله اتحاد المهندسين ممكن يقدم تكنيكال سيرفيس، اتحاد المقاولين ممكن يقدم حاجه ملموسه بتقديم الحاجه التكنيكال، بلس براكتيكالي ممكن يقدم الاليات الموجوده طرف المقاول، الريسورسز الموجوده عند المقاول من ريسورسز بشريه ولا معدات او غيره، او ده غير الجهات الثانيه. نفير مثلا كمنظمه، انا ما بتكلم عنها كحصر لكن على سبيل المثال، يعني عندها الاليه اللي بتقدر تشتغل بها في الحته دي. فالناس توحد الجهود كلها وتواجه الكارثه، خصوصا انه الكارثه حقيقه اكبر من احتمال الشعب السوداني واكبر من احتمال الدوله نفسها. طيب باشمهندس عبد الله، يعني انتم في اتحاد المهندسين وفي غرفه الطوارئ الخريفه اللي يعني هي في دار المهندس، خلال متابعتكم اللصيقه، ما هي الحوجه الماسه؟ يعني نوعية الحوجة الآن، الناس المتضررين محتاجين لشنو؟ طيب حسب الإحصائية اللي احنا عملناها والسيرفي اللي حصل في الفترة السابقة والمستمر يعني حتى تاريخ اليوم، وبكرة برضه عندها زيارات ميدانية لمناطق كثيرة جدا، معظم الحوجة لمواد غذائية زيارات صحية للمعسكرات، في ناس في إصابات يعني بتواجه الناس، عقارب لكده إن الموية بعد الفيضان يحصل العقارب والدبايب بتمرق من الجناين وكده بتجي للمواطنين، والمعسكرات هي ما بعيدة شديد عن مجرى النيل، يعني ما بعيدة شديد، يعني تكاد إنها تكون على بعد أمتار. في بعض المعسكرات الموية حاليا محاوطاها، عشان تصل لها ذاته بيكون في صعوبة، فالناس محتاجة لأبسط معينات الحياة، يعني من أكل لشراب للبس لأنهم فقدوا ملابسهم، محتاجين لدواء لمتابعة طبية، محتاجين لدعم نفسي لأنهم فقدوا بيوتهم وفقدوا، الواحد بيكون شقى عمره أنه يبني البيت وقدامه بيكون انهدم، فالحياة دي محتاجة دعم شديد، محتاجة وقفة قوية من الإعلام. نحن نشكركم جدا على الفرصه يعني الباشمهندس، واشكر الباشمهندس فتح العليم الامين العام للاتحاد، لانه هو يحاول يربطنا مع جهات الاعلام لخلق صوره يعني للوضع الحاصل. الوضع كبير جدا، بيتطلب وقفه من كل الشعب ومن كل الناس، والمهندسين بصفه خاصه، لان المهندسين نحن حاليا بنحصر في عضويه المهندسين. عندنا في السودان حوالي 70,000 مهندس خارج السودان وداخل السودان، يعني في السعودية نحن تقريبا عندنا حوالي 5,000 مهندس، عندنا العضوية يعني كبيرة جدا، بنحاول انه نستقطب دعوماتهم ووقفتهم وتخطيطهم لانه نقدر نستفيد ذاته الكارثة، الدولة تستفيد منها هندسيا في انه يعني في السنين القادمة ما تحصل حاجة مشابهة للكارثة الحالية نحن فيها. طيب باشمهندس، يعني فيما يختص بالإيواء، أنتوا يعني ناس تخصصكم أصلا الإنشاءات والبنى والحاجات وكذا، فشنو ممكن تقدموا في 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 حتة الإيواء بالنسبة للمتضررين؟ حقيقة مش لأنه إحنا يعني في مجال البنى، لكن ده بقى الدور المفروض يقوم به أي سودان عنده مقدرة إنه يقدم، لأنه حقيقي في كمية كبيرة جدا من الأسر فقدت مساكنها. وده الكلام اللي انا عايز اقول انه ثم ماذا بعد الخريف؟ يعني الكارثه حصلت اوريدي والدمج حصل وانتهى، فالناس تصورها شنو المفروض يكون لما بعد المرحله دي. يعني الناس حتكون محتاجه لعدد كبير جدا من الاسر، لكن برضو لازم الناس تستصحب الحاجه المستقبليه المستدامه زي ما بقولوا، الحاجه السستينبل، انه ما تقع في نفس الاخطاء السابقه. يعني انا بفتكر انه في جزء ما في في كوارث طبيعيه لما تيجي انت ما بتقدر يعني توقفها، لكن بتحاول تواجهها يعني. وبعد ذاك في كوارث طبيعيه بتمر علينا زي فيضان النيل، ده كل سنه احنا متاثرين بالفيضان، وفي مناطق تكرر التاثير بالفيضان نتيجه الخطا الاساسي في التخطيط، انه المنطقه بقت مساكن او بقت منطقه سكنيه وهي حقيقه ممكن تكون كان متنفس لمجرى النيل. فدي واحدة من الحاجات المفروض الناس تراعيها، وأكيد نحن كمقاولين جاهزين للمساعدة ومد يد العون
في توفير مساكن ومأوى لكل المتضررين إن شاء الله بقدر ما ربنا يقدرنا يعني. إن شاء الله. طيب باشمهندس عبد الله، أنت تحدثت عن إنه في متضررين كتار في معسكرات، كيف بيتم يعني اختيار المعسكر؟ في شروط له ولا بس مدرسة فاضية والناس جوها وكده؟ بيحصل شنو يعني؟ بيتم كيف اختيار المعسكر أو بتلموا الناس كيف؟ طيب كل منطقة طبعا بتختلف عن المنطقة اللي بعديها. يعني ناخد كمثال منطقة اللاماب بحر أبيض، لما الترس انكسر بتاع النيل والموية بدأت تغمر البيوت وبدأ يحصل الانهيار الكامل للبيوت، فبدأت الناس من تلقاء نفسها إنها تطلع وبدأت تنظم العملية لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات في الأحياء، فطلعوهم لأعلى منطقة ممكن يجلوهم فيها. الناس بتشترط إنها تكون منطقة عالية بعيدة من النيل، تكون الموية يعني ما تصلها، يكون فيها خدمات كهرباء، أو إذا توفرت مدرسة في منطقة عالية بإنها هي بتكون معسكر بالنسبة للناس، أو منطقة تنصف فيها الخيام، يعني مجرد ما حصل ساحة ميدان، أيوة ساحة أو ميدان، أي حتى بس تكون مرتفعة من النيل وبعيدة عن النيل، وما تكون بعيدة من المنطقة زاد عشان الناس ما حتقدر تفارق منطقتها، لأن الناس بعد ذاك بتحاول تاني ترجع تجيب العفش حقها، يعني يحاولوا يجيبوا السراير، يمرقوا الثلاجات، التلفزيون كده، يحاولوا يمرقوا الحاجة اللي بيقدروا يطلعوها من النيل، يستخدموا مراكب وكده وأشياء زي ده عشان يعني. فالمعسكرات ما كلها مهيئة، في معسكرات ما فيها كهرباء، ما فيها دورات مياه، تحتاج ل قوافل صحية، يعني في ناس كبار سن، يعني في بعض المعسكرات، يعني في واحدة أختنا في معسكر وضعت تيمان في المعسكر أثناء الإجلاء، يعني كان حاجة يعني وضع يعني كان مختلف تماما إنه الحاجة دي تحصل في ظرف زي ده، فكان في بعض الخيرين بالتنسيق معانا في غرفة الطوارئ قدرنا نمدهم باللوكيشن والمنطقة ووفروا لها كل المعينات. فالمزالة بتحتاج لتضافر جهود وتوحيد، وكل الناس تتوجه لمناطق المعسكرات حاليا فيها الإيواء للناس المتضررين من السيول والفيضانات. نعم. طيب باشمهندس خلود، انت تحدثت عن انه يعني ربما اخطاء بيقعوا فيها الناس هي اللي بتقود لانه يعني يواجهوا الاشكالات اللي بيواجهوها الان، يعني ناس بيسكنوا مثلا في حرم النيل او في مجاري الخيران اللي بتوصل مويه للنيل وكثير من الاشكالات، وانتم طبعا بتعملوا في غرفه طوارئ خريف يعني الان بتقدموا في خدمه مستعجله، ولكن يعني خليني اتساءل في نوعيه البناء برضو او يعني نوعيه البناء المستخدم في المنطقه ممكن يكون له الاثر برضو في اللي بيحدث ده، يعني بيوت بتكون مبنيه من الطين على ضفه النيل، وبالتالي اول ما تجيها كميات من المويه طوالي حتبدا تتداعى وحتذوب. شنو ممكن تقدموا من 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 توعيه في 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 النقطه دي بالتحديد؟ عايز اقول الحته دي شويه يعني كومبليكيتد، لانه مربوطه بها اطراف كثيره، مربوطه بها الدوله من حيث المناطق اللي بيسمح فيها بالبناء، ومربوط بها جانب تاني برضو اللي هو محدودية الدخل لبعض الأسر، فيصعب عليهم البناء بالمواد الثابتة. وإن كان حتى الليلة لو جينا تكلمنا على يعني على بيت ممكن يكون، يمكن أنا شاهدت بيوت في 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 منطقة الكلاكلة هي مبنية بالطوب لكن برضو انهارت، يعني يمكن لقدم المبنى في حد ذاته كده. فاعتقد ان الحاجه دي محتاجه من الناس. طيب الانسب شنو؟ ممكن بيوت القش او كده ممكن تكون لها اثرها خف او كده؟ والله كوارث الفيضانات دي ما بعد ذاك ما عندها يعني، ما بتقدر تقول والله يعني بتاثر على ده وما بتاثر على ده، يعني اكيد بيوت مبنيه من مواد لوكال زي الجالوس، الطين، حتى الطوب المعمول بيمونه من الطين بيتعرض لانه ينهار، يعني لانه اخذ مويه كثيره فبالتالي حينهار. لكن بيبقى اعاده التوطين تبقى الناس تنهج فيها منهج انه تتعامل مع الحاجه دي بياتو شكليه وتستخدم ياتو مواد
وتفكر برضو زي ما قلت لك جبال، يعني الجزء ده فيه حاجتين، فيه حاجه اسعافيه وفيه حاجه فور فيوتشر، يعني الناس تبقى تفكر في انه كيف تعيد توطين الناس ديل وما يتعرضوا لاضرار في المستقبل. شكرا باشمهندس عبد الله الفحل، عضو المكتب التنفيذي للجنه تسيير اتحاد المهندسين السودانيين، شكرا جزيلا لك. شكرا كثير، احنا نشكركم ونشكر اداره القناه، وبنحب ننوه انه في دار المهندس غرفه الطوارئ عندنا كل البيانات وبيحصل لها ابديت يومي، عندنا ربط مع لجان المقاومه ولجان التغيير والخدمات في كل المناطق اللي فيها المعسكرات، وعندنا اللوكيشنز اللي بيحتاجوا لها اي جهه داعمه او اي جهه بتحاول توفر الدعم. طيب شكرا جزيلا باشمهندس خلود حسين ابراهيم الامين العام للجنه تسيير اتحاد المقاولين السوداني، شكرا. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لتسليط الضوء على الجهود الشعبيه اللي هي دائما ما بتكون يعني موجوده في اي نداء للوطن، ونسأل الله أن يرفع البلاء وتعدي 2020 على خير وتبدأ مرحلة جديدة في السودان إن شاء الله.